مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. شرح اليوم هو الآيفون وتحديدا عن طريقة تسجيل فيديو وشاشة الآيفون مقفلة. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة تفعلون جرس لايك الفيديو. في البداية طبعا هذه الطريقة موجودة بالآيفون، أنا جهة فقط تعليمية، أي واحد يأخذها ويستخدمها استخدام سيء أنا غير مسؤول، هو يتحاسب أمام الله، لأن كل جهاز ممكن تستخدمه استخدام سيء واستخدام حسن، مثل الكهرباء مثل أي شيء. انت ممكن تستخدم الاستخدام الحسن واستخدام سيء، فالاستخدام السيء انت تتحمل خطيئتك. الان حتى نشاهد هذه الميزه شلون راح نصور وشاشه الايفون مقفله، نروح على الاعدادات وننزل على خيار تسهيلات الاستخدام، وننزل على خيار بالاسفل اسمه اختصار تسهيلات الاستخدام، راح تختار خيار التعليق الصوتي. ظهر عندنا هذا الخيار. هذا الخيار طبعا اللي راح يعمله انه فقط تكبس على الشاشه 3 مرات راح يشتغل، وطبعا يشغل الشاشه. طبعا التعليق الصوتي اللي ما يعرف ميزه جدا صعبه بالايفون، واحد يتحكم بها. كمل تفعيل التعليق الصوتي اللي عمله، اول شيء الصوت اخليه صفر لانه هذا جدا مزعج ويا الصوت. الان اللي عمله اروح اشغل هنا، ادخل على الكاميرا واحول على الصور الفيديوهات، وبعدها هنا اللي عمله أكبس 3 كبسات على زر التشغيل، راح يتغير هنا اللي اللون شوية دارك، وهنا يصير حول الكاميرا حول زر التسجيل دائرة ثانية. فاللي تعمله تكبس هنا كبستين، الآن كبستين راح تشاهد إنه بدأ يشتغل. الآن كيف راح نغلق الشاشة؟ طبعا بدأ التسجيل، راح أجيب هذا شاهدوا، وأكبس 3 مرات هنا ب3 أصابع. الآن هو دا يسجل وراح يبقى يستمر التسجيل. طبعا راح أرفع هذا، والآن شاهدوا ب3 مرات 25. فهذا الدليل أنه نجيبه ونرجعه أنه دا يسجل، ونغلق مرة ثانية طبعا، لأنه بالغلق راح تشاهدون أنه بقى التسجيل. الآن 42، حتى نغلق طبعا تكبس كبستين هنا، الآن كبستين غلق، وحتى نشوف الفيديو راح ندخل هنا مرتين راح تشاهد الفيديو. لو حبيت توقف التعليق الصوتي راح تكبس 3 كبسات هنا أيضا على زر الباور، والآن اشتغل الفيديو مثل ما تشاهدون قدامكم. الآن هو دا يسجل، فيبقى التعليق التسجيل طبعاً. يبقى التسجيل طول ما الشاشة سوداء. نصيحة لكل واحد إنه بعد ما ينهي يروح على الإعدادات، التعليق الصوتي فقط يلغي حتى يسجل، حتى بعد ما يسجل ولا يتخربط عنده الآيفون مالته. أتمنى إنه فدتكم. طالب لا تنسون بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ومرة أخرى أي واحد يستخدم استخدام سيء هو يتحمله. تحياتي.